المقارنة مع ما بين هذا العرض وما بين العروض السابقة هي لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق، لأنه هذا العرض هذا هو عرض متكامل، لأنه عرض يلزم الحكومة بلقاء النقابات، هذه راه ما عندها حتى شي ثمن، ويلزم الحكومة أنها في كل لقاء توضع في جدول الأعمال كل مواضيع اللي خصها توضع في جدول الأعمال، ويفتح الباب أمام عدد من الإجراءات بما فيها القضية ديال رفع الأجور، تحسين الدخل، لإعادة ديال المنظومة، واحد العدد ديال الأمور. ولكن وصلنا لواحد الواقعية مع الجميع، وكنظن لو ما كانش هذيك الثقة ما غيكونش هذا الاتفاق بهذا البعد وبهذه التعبئة اللي شفتوها حتى من طرف النقابات.